تحكي الأيام أن لبنان بلد نام، لكنه يحتل مرتبة أولى في العالم، أكبر عدد مهاجرين قياساً بعدد السكان. ملايين من ذوي الأصول اللبنانية لا يحملون جنسية لبنان اليوم، بعضهم من مشاهير ومليارديرات العالم، هم أبناء أو أحفاد لبنانيين فروا من أرضهم سعياً لحياة أو لحياة أفضل. الموجة الأولى، هجرة عبر التاريخ. بدأ أول مشاهد الهجرة اللبنانية أيام الفينيقيين، شعب استخدم البحر وسيلة للنقل والانتقال، وأنشأ في كل بلد نزل فيه مستعمرة، وكانت لهم إمبراطورية قرطاجة التي كادت تهزم إمبراطورية روما. الموجة الثانية، هجرة عهد متصرفية الجبل. العصر الحديث سجل هجرة الموارنة من جبل لبنان بالتزامن مع الفتنة الطائفية الكبرى بين الموارنة والدروز عام 1860. الحرب الطائفية أجبرت العثمانيين على إنشاء متصرفية جبل لبنان بالاتفاق مع دول أوروبية عام 1861، لكن الهجرة لم تتوقف. هاجر اللبنانيون نحو كثير من البلدان، وخاصة نحو دول القارتين الأمريكيتين وإفريقيا وأستراليا. حملوا صناديق البضائع على ظهورهم للتجارة في الشوارع والمدن، فعرفوا باسم تجار الكشة، وولد من نسل هؤلاء مليارديرات عدة أمثال كارلوس سليم. الموجة الثالثة، هجرة الحرب الأهلية وما بعدها. استقل لبنان عام 1943، لكنه لم يستقر. كان مجموع عدد المهاجرين حتى منتصف الحرب الأهلية يبلغ 3.5 مليون، لكن بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وصل الرقم ل6 ملايين، أي أن 37% من الهجرة اللبنانية حصلت بعد عام 1990. وتبينت الحقيقة التالية، لبنانيو الداخل أقل من لبناني الخارج. عدد المهاجرين من أصول لبنانية في الخارج يصل ل7 ملايين، في المقابل لا يتجاوز عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان حاجز 4 ملايين. لكن من يهاجر؟ المسيحيون أم المسلمون؟ الإجابة الجميع. قبل الحرب الأهلية هجرة المسيحيين كانت أكبر. خلال الحرب الأهلية وما بعدها بلغت نسبة المسلمين حوالي 77% من إجمالي المهاجرين، وتؤثر معدلات الهجرة على التوازن السكاني. لكن هنا عليك أن تسأل هذا السؤال، أي هجرة بالضبط؟ لبنان يقصده الجيران ويفر منه اللبنانيون. عدد المقيمين غير اللبنانيين بلغ 1,400,000 تقريباً، وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد أكبر، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين قرابة 1,000,000، يضاف إليهم 300,000 عامل سوري. يترافق هذا الواقع مع تراجع في عدد المواطنين، فعام 2007 كان العدد 3,600,000، وعام 2012 صار هذا العدد 3,400,000. بلد ضاق بأهله، فحطوا الرحال في كثير من بلدان العالم ليضعوا بصمتهم في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والأدبية والفنية. وتشير التوقعات إلى أن موجة هجرة جديدة بدأت بالفعل، ففي لبنان انتفاضة شعبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وعجز من قبل النخب على إيجاد حلول لها.